سيكا سيكا اصحى سيكا سيكا. خير في ايه يا ابو يحيى؟ فوقلي تعالى عايزك. انا يا اخي كلامك اثر فيا قوي، فعلى طول كلمت لك واحد حبيبي هيظبط لك شغل كويس، ولسه حالا مكلمني ومستنيك تروح له. ايوه بس هروح له ازاي؟ ما انت عارف اللي فيها، انا كاسر فيزا يعني استحاله. يا ابني حبيبي انت مع ابو يحيى، انت عارف مين ابو يحيى؟ انت هتسافر بالقطر، هتلاقي واحد مستنيك هيوصلك لحد حمد في بيته. حمد مين؟ حمد ده واحد من رجالتي، والراجل اللي هيوصلك ده عارف كل اوصافك. المهم بس دلوقتي اهم حاجه قبل ما انسى، انت تاخد التيكت والفلوس دي هتكفيك لحد ما توصل بالسلامه. ايوه بس ده كتير قوي يا ابو يحيى. ولا كتير ولا حاجه، انت تستاهل كل خير. بس انا عايز منك طلب صغير. تغورني. انا عندي شنطه امانه عايزك توصلها لحد حمد. عينيا. صدق يا اخي انت حبيبي. وانت حبي. يا اهلا. اهلين اهلين، اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا، عندنا على سلامتك. فوت ادخل. يسلمك. فوت ادخل. بعرف عزبتك الشنطه كتير، ميرسي الك، بتشكر لك. انا اللي بتشكر لك. اجلس اجلس. مش عارف اقول لك ايه، انت ولا ابو يحيى؟ انا مش مصدق لسه في ناس بالكرم ده. ما تحكي هيك، نحنا كلنا اخوه. ربنا يديم المعروف. امين. حكي لي، واجهتك صعوبات في الطريق ولا شيء؟ لا مفيش، كل حاجه ماشيه زي الفل. نزلت من القطر لقيت الراجل قال لي عليه ابو يحيى، جابني هنا على طول. نحمد الله منيح، نحمد الله. الحمد لله. المهم ابو يحيى قال لي انك ممكن تشغلني معاك. شو بيك؟ جاي حامي على الشغل وهيك شيء؟ بدي تترك لي فرصه كم يوم تدبر لك شغل منيح لإلك، والله يسوي لنا الخير ان شاء الله. يا مساهل، المهم ما ترحلش على مصر وارجع ايد ورا وايد قدام. ان شاء الله بترجع مجبور الخاطر، واعتبر البيت بيتك مثل ما بتقولوا انتوا يا مصريين. كل شيء هون متاح لإلك، بس اهم شيء ما تظهر الا لما تديني خبر لاجل ما اكون معك، واكيد انت بتعرف ليش. اه طبعا. اوكي تمام كده، اتركك هالحين تاخذ راحتك، البيت بيتك بالاذن. تفضل. تعال بقى يا بطل. محبوس هنا ولا ايه؟